وصل تشيل الهدف التاسع الان فرصة تسعة اهداف مقابل هدف لانسيني كوني تسعة اهداف مقابل هدف لكن فرحة الجماهير الان بهذا الهدف التاسع وحتى الجماهير التشادية تحيي فريق الرجاء بهذا الهدف حتى الجالية الحاضرة هنا الجمهور يطالب بهدف آخر هنا تابع لهذا والهدف الذي سجله كوني تابعنا لهذا مرة أخرى تسعة أهداف